تشهد محافظة الإسماعيلية استمرار تطبيق مبادرة خفض الأسعار للعديد من السلع الأساسية، حيث وصلت التخفيضات لنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25%، وذلك بعد تطبيق الحكومة للمبادرة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة. وتأكدنا من توافر السلع الحمد لله، والتخفيضات موجودة من 15 ل 25% على معظم السلع. هنا موجود السكر والسمنة والزيت والرز واللحوم البرازيلية والفراخ، وسواء اللحوم المصنعة أو اللحوم المقطعة، وبعض السلع الخاصة بالتخفيضات بالاتفاقية الاتحاد مع السلاسل الكبرى زي العسل زي الجبن وخلافه. والحمد لله في رضا من المواطنين وفي إقبال من المواطنين. بنمر على السلاسل التجارية بنشوف المنتجات اللي في داخل المبادرة متواجدة ولا مش متواجدة، أسعارها مظبوطة ولا مش مظبوطة، بنشوف المواطن محتاج إيه. إن شاء الله بنلاقي رضا كويس عند المواطن. تم البدء من بداية الشهر في مبادرة تخفيضات الأسعار، والحمد لله تعالى تم تنفيذها على أكثر من محور عندنا هنا في الإسماعيلية طبقا للتوجيهات. المحور الأولاني من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة وفروع مجمعات الاستهلاكية، والحمد لله اللي احنا في فرع من فروعها زي ما سيادتكم شايفين توافر كافة الأصناف في المبادرة بالأسعار، وبيتم مراقبتها من السادة مفتشين التموين، والحمد لله الأسعار موجودة فيها من تخفيض بيبدأ من 10% ل 30%،